وكده تبان اللايف. اهلا بيكم من مستشفى اسكندريه للكلى والمسالك البوليه. انا دكتور شيماء العبد، معاكم دكتور شيماء العبد، استشاري الصيدله الكلينيكيه وصيدله المستشفيات وفارماسيوتيكال سيرفيسز دايركتور. طبعا احنا النهاردة اخترنا ان احنا نتكلم عن موضوع المسكنات ده لانه موضوع في منتهى الاهمية، وخاصة بالنسبة لمرضى الكلى، ودايما بنركز عليه في اي مريض بيجي عندنا في المستشفى. طبعا قسم الصيدلة الاكلينيكية بيهتم بالمريض من لحظة دخوله، ان هو ياخد منه تاريخ دوائي. وكنا بنلاحظ ان معظم المرضى ادوية المسكنات ممكن تبقى باعداد كبيرة بجرعات عالية، واخدينها من اكتر من طبيب، وده طبعا ممكن يؤدي ان هما ده يكون سبب ان هما يبقوا ادمتد او يدخلوا المستشفى اصلا. الصيدلي الاكلينيكي بيراجع مع المريض كل الادويه بتاعته اول ما بيدخل المستشفى، بياخد كل جرعاته والتاريخ الدوائي، بيسجل ده في الملف الطبي عندنا، بيتعاون طبعا مع الفريق الطبي علشان الخطط العلاجيه المظبوطه في المستشفى. طول وجود المريض معانا بيتابع جرعاته، بيتابع كفاءة الدواء في ان هو تدي نتائج في المستشفى، التحاليل بتاعته، بيظبط له الجرعات على حسب حالة الكلى، وظائف الكلى، وظائف الكبد، لو كان عنده اي امراض تانية في القلب او غيره. ده بالاضافة طبعا مع نهاية رحلة المريض في المستشفى بيعملوا تثقيف دوائي كامل من كل الادوية اللي بتتكتب له في روشتات الخروج، ويديله تعليمات وارشادات بحيث ان هو ياخد اقصى فاعليه من الادويه بتاعته، سواء اثناء وجوده معانا او بعد خروجه من المستشفى، واقل اعراض جانبيه او اثار جانبيه من الادويه بتاعته. طبعا دي رساله قسم الصيدله الاكلينيكيه في المستشفى. وعشان كده حبينا نتكلم النهارده في موضوع المسكنات ده، لان لو احنا اتكلمنا على الاحصائيات هنلاقي ان حوالي 5-10% تقريبا من الروشتات اللي بتتكتب بتكون فيها مسكنات. حوالي 40% من الناس اللي فوق 65 سنة هنلاقي واحد من الادوية بتاعتهم مسكنات. نقدر نقول ان في اكتر من حوالي 60 مليون روشتة فيها مسكنات بتتكتب سنويا. ده بالإضافة إن في حوالي 41,000 حالة دخول مستشفى بسبب مشاكل سببتها المسكنات أو أعراض جانبية أو آثار جانبية على المدى الطويل من المسكنات، وممكن تصل لحوالي 3,300 حالة وفاة بسبب آثار الجانبية للمسكنات. وبالتالي الموضوع ده في منتهى الأهمية، محتاج مننا اهتمام جامد جدا ووعي عالي جدا بكيفية استخدام المسكنات وتجنب أثارها الجانبية. طبعا من رؤيتنا للحالات اللي بنشوفها، بنلاقي ان معظم الناس بتاخد المسكنات بسبب الصداع او الالام الروماتيزمية او حتى السخونية. ممكن حد مجرد ان هو يجيله سخونية ياخد مسكنات. عايزة أشوف الكومنتات بتاعتكم. احنا ممكن نشوف اللايف منين؟ اوكي. انا مش قدامي لايف لسه. اقدر افتح اللايف منين؟ عايزين نتابع الكومنتس بتاعتكو علشان نقدر نجاوب على معظم الاسئلة ان شاء الله قبل نهاية اللايف. زي ما قلت لكم، معظم الناس لما سألنا حتى في الفوتنج اللي حطيناه على الصفحة، لقينا ان معظم الناس يا اما بتاخد المسكنات بسبب الصداع او بتاخدها بسبب الام روماتيزمية.
اللي احنا عايزين نقوله ان الالام الروماتيزميه مثلا، خلينا نبتدي بيها بما ان هي كانت الناس اقل، يعني قالت العدد اقل اللي بيتكلم على الالام الروماتيزميه، في حاجات كتير جدا ممكن انها تكون داعمه لتخفيف الالم بجانب المسكنات، زي مثلا بعض الحاجات الموضعيه اللي ممكن نستخدمها علشان تقلل الالم، وفي بعض منها بيكون جواه المسكنات اللي احنا اوريدي بنستخدمها، واللي خلينا نحدد نوعها وهو الانسيدز. الانسيدز او المسكنات النون استيرويديه ديت اكتر انواع المسكنات اللي ممكن تسبب لنا مشاكل على المدى الطويل. وعشان كده احنا لما بنتكلم على ان احنا نتجنبها او نستخدم معاها حاجات تانية ممكن تساعدنا على تجنب الالم، زي مثلا الحاجات الموضعية زي ما قلت، العلاج الطبيعي ممكن نتكلم مع الدكتور بتاعنا ونشوف امكانية ان هو يكون في وسائل او اساليب من العلاج الطبيعي تقلل الالم شوية، بعض انواع التمارين، بعض انواع الكمادات سواء سخنة او ساقعة على حسب الحالة، تخفيف الوزن، كل الحاجات دي ممكن تساعدنا ان احنا نتحكم في الالم غير ان احنا نعتمد بشكل كامل على المسكنات. حتى السخونية برضو عندنا اختيار، زي مادة الباراسيتامول اللي موجودة في أدوية كتيرة جدا في السوق بأسامي مختلفة، نقدر نلجأ لها الأول عشان نقدر نسيطر على الحرارة. وعندنا يعني رينج واسع للجرعة، ممكن توصل لغاية 5 أو 6 أقراص في اليوم، بحيث ان هي تخفض الحرارة. مش لازم خالص نلجأ للحاجات اللي فيها انسيدز او المسكنات النون استيرويدية، زي مثلا مادة الايبوبروفين، زي مادة الديكلوفيناك سواء صوديوم او بوتاسيوم. كل المواد دي بتسبب اضرار كتيرة جدا هنتكلم عليها كمان شوية. السبب الرئيسي اللي انتوا اتكلمتوا عليه وقلتوا ان هو يعني بيكون سبب ان انتوا بتاخدوا المسكنات بنسبة عالية كان الصداع. واللي احنا عايزين نقوله لكم ان في انواع كتيرة جدا طبعا من الصداع، بس معظم انواع الصداع المتوسطة الحدة ممكن نسيطر عليها، لكن اهم حاجة لازم نكون عارفينها ان عشان يخلي خطة علاج الصداع ناجحة، هو ان احنا نتحط خطة مناسبة ليك انت، يعني زي متفصلة كده علشانك وحسب احتياجاتك. لازم الاول نحدد نوع الصداع ده بالتعاون مع الدكتور بتاعنا، نعرف ايه نوع الصداع اللي عندنا، لان معظم في كثير من الاحيان بيكون في اسباب ثانويه او اسباب اخرى للصداع خفيه، زي مثلا الناس اللي عندها امساك مزمن ممكن يكون عندها بيجيلها صداع مستمر ومش عارفه ان هو سببه الامساك. الديوب الانفيه مثلا ممكن تسبب مشاكل في العين. الاسترس، الارهاق الجامد ممكن يسبب صداع مزمن. كل الحاجات دي ممكن تكون اسباب للصداع، وعلاجها او التعامل معاها وعلاج المشكلة الرئيسية هيؤدي ان احنا نعالج الصداع. طبعا اعلى انواع الصداع اللي الناس برضو دايما بتشتكي منها هي الصداع النصفي، ولازم نتوجه لطبيب المتخصص في علاج الصداع، اطباء النفسية والعصبية او بعض اطباء المخ والاعصاب، علشان هم يحددوا نوع المشكلة اللي عندنا ويحددوا لنا العلاج بتاعها. الصداع النصفي الناس اللي بتعاني منه، في حاجات برضو ممكن تزود محفزات للصداع النصفي ده، زي مثلا الارهاق، زي الاسترس، زي ان انا ما بنامش كويس، زي الجوع مثلا، لخبطة النوم، ممكن بعض الادوية تكون مسببة اصلا للصداع النصفي والالام المستمرة من الصداع. وعشان كده كل الحاجات دي لازم نتجنبها او نحددها عشان نقدر نسيطر على الصداع ده قبل ما نستمر على استخدام مسكن بشكل مزمن. وطبعا المعلومات دي كلها لما احنا بنكون دقيقين في ان احنا نحددها، صداع بيجي امتى، بيزيد مع ايه، مدته قد ايه، بيتكرر كام مرة في الاسبوع او كام مرة في الشهر او كام مرة في السنة، اعراضه ايه بالظبط، مكانه فين بالظبط، كل المعلومات دي بتساعد الدكتور ان هو يحدد ايه نوع الصداع اللي عندك، وبالتالي يكتب لك الادوية المناسبة. لان
بعض انواع الصداع ممكن تكون محتاجه علاج وقائي وليس علاج فقط للاعراض اللي بتحصل او الاعراض الحاده اللي بتحصل من الصداع. بعض انواع الصداع محتاجه ان احنا ناخد لها ادويه وقائيه ونتجنب الاعراض الجانبيه الخاصه بالمسكنات. بالنسبة للصداع أو الآلام بصفة عامة، خلينا نتفق إن الباراسيتامول هو أول دواء مسكن ممكن نستخدمه لتخفيف الألم. لو الباراسيتامول فشل في علاج أو تخفيف الألم ده، ممكن إن احنا نبتدي ندخل على الأنواع التانية اللي هي الأنسيدز أو المسكنات الغير استرودية زي ما قلنا في الأول. طب بالنسبة للصداع، الباراسيتامول كافيين من أهم الأدوية ويعتبر هو خط الدفاع الأول لعلاج الصداع، وخاصة طبعا الصداع النصفي. وزي ما قلت الباراسيتامول كافيين معانا في جرعات واسعة، نقدر مثلا القرص ممكن بيبقى فيه 500 ملي جرام، معانا لغاية 5 و6 أقراص في اليوم. نقدر ان احنا ناخد مثلا كل 6 ساعات، ممكن ناخدها كل 8 ساعات على حسب حدة الصداع اللي عندنا. لا، ممكن في ناس قرص واحد وقرصين بيكفيها في اليوم، بس ما نبتديش علاجنا بالمسكنات الأنسيدز، نبتدي بالباراسيتامول كافيين. طيب، في قاعدة ذهبية عايزين نتفق عليها طبقا للتوصيات العالمية. لو انا اضطريت ان انا اخد انسيدز، في قاعدة بتقول لو للسخونية ما زودش عن 3 ايام، لو لالام سواء صداع او غيره ما زودش عن 10 ايام. طيب لو انا هاخد لمدد اطول من كده، لازم اخلي بالي جدا من الاعراض الجانبية اللي احنا هنقولها كمان شوية، واتابع نفسي مع الطبيب المختص لأي حاجة تظهر عليا، وأتابع وظائف الكلى بتاعتي بصفة دورية. ملاحظة مهمة عايزة أقول لكم عليها علشان ما نستسهلش إن احنا ناخد المسكنات سواء للصداع أو لغيره، إن في أنواع من الصداع اسمها ريباوند هيدكس أو ميديكيشن أوفر يوز هيدكس. النوع ده من الصداع بيتسبب سببه هو زيادة استخدام المسكنات أو الاستخدام الغير رشيد للمسكنات، وبالتالي الناس بتبتدي يظهر عندها أنواع أقوى من الصداع، أنواع صداع وهو ممكن يكون بيتعالج أصلا من حاجة تانية، آلام روماتيزمية مثلا، بسبب استخدام مفرط من المسكنات. طيب ليه احنا بنتكلم عن المسكنات وبنقول دايما كده ان هي خلوا بالكوا قللوا المسكنات، ما تتسرعش وتلجأ للمسكنات في علاج الصداع، ما تتسرعش وتلجأ للمسكن لما تسخن انت او اي حد من اسرتك؟ لان المسكنات اللي هي الانسيدز يا جماعة، زي ما قلت، زي الايبوبروفين، زي الديكلوفيناك، ودول اشهر الحاجات اللي بندخل الصيدلية نشتري باكت فوار من مسكن الفلاني، بنشتري قرصين معرفش ايه، اديني قرصين للصداع. الحاجات دي كلها في منتهى الخطورة، لأن ليها أعراض جانبية كتيرة جدا على معظم أعضاء الجسم. زي إيه؟ زي مثلا أعراض على القلب، الآثار الجانبية على القلب مثلا. وطبعا الخطورة دي بتزيد مع كبر السن، كل ما السن زاد كل ما الخطورة زادت. ده بالإضافة إن لو في أدوية تانية المريض بياخدها الخطورة بتزيد، لأن ممكن يكون في تفاعلات دوائية ما بينها وما بين المسكنات دي وتزود الآثار الجانبية الخاصة بالمسكنات. ده بالإضافة إن أمراض زي الضغط والسكر وغيره ممكن برضو تزود الأعراض الجانبية الخاصة بالمسكنات. طيب إيه التأثيرات دي؟ ممكن يحصل إيه على المدى الطويل من المسكنات؟ طبعا المسكنات بتأثر على عضلة القلب، ممكن تزود خطور أو يعني نسبة قابلية حدوث السكتات القلبية، مشاكل في التجلط، ممكن تؤدي لارتفاع ضغط الدم على المدى الطويل، ده مثلا على مستوى القلب والدورة الدموية وغيره. طيب على المعدة المسكنات ممكن تعمل ايه؟ طبعا المسكنات بتأثر بشكل مباشر على جدار المعدة، تبتدي تعمل التهابات في جدار المعدة، ممكن توصل لدرجة قرح في المعدة، ودي مشكلة كبيرة جدا. ممكن نلاقي العيان ده بيشتكي ان هو عنده دايما حموضة، العيان ده عنده دايما ألم في المعدة، بعد كده ممكن نلاحظ انه يبتدي يظهر عنده دم في البراز. الحاجات دي كلها يا جماعة في منتهى الخطورة، المسكنات على جدار المعدة. طب لو انا مضطر اخد النوع ده الانسيدز من المسكنات لمدة طويلة زي ما اتفقنا احنا المفروض بنستخدمها اقل مدة ممكنة، لكن لو مضطر ليها المفروض ان انا
بعد ما اعرف من الطبيب انا هاخد لمده قد ايه، الطبيب ممكن يكتب لي ادويه لحمايه جدار المعده دي اثناء ما انا باخد المسكنات دي. وطبعا احاول ان انا اخدها مع الاكل او مع لبن مثلا او كده علشان احمي جدار المعده من اي تقرحات او التهابات. طيب بما اننا في مستشفى الكلى فاحنا اكتر حاجه هنتكلم عليها هي تاثيرات المسكنات على الكلى. طبعا الكلى هي من اكتر الاعضاء اللي بتصاب باضرار بالغه الحقيقه بسبب استخدام المسكنات لمده طويله او الاستخدام المزمن يعني زي ما بنقوله، وبتؤدي يعني الخلل في وظائف الكلى وضرر كبير جدا سواء بطريقه مباشره او طريقه غير مباشره. المسكنات ممكن تعمل ارتفاع في ضغط الدم زي ما قلنا من شوية، وتعمل كمان احتباس في السوائل في الجسم، وده بيقلل جدا وظائف الكلى خاصة لو المريض اوريدي كان عنده خلل في وظائف الكلى او كان عنده بداية تدهور في وظائف الكلى. ودي حاجة ممكن ما تكونش واضحة في البداية، المريض مش عارفها وهو اوريدي بياخد المسكنات، فتزود قابليته ان هو يتدهور بسرعة او ان وظائف الكلى تتأثر بسرعة. طبعا في دراسات بتقول ان استخدام المسكنات لفترات طويلة، يعني الفترات الطويلة دي بنتكلم في شهرين وثلاثة، في ناس ممكن تكون بتاخد المسكنات بالسنة وبالسنتين، لكن احنا في الابحاث بتقول ان المسكنات لما ممكن تتاخد لفترات طويلة اكتر من شهر او شهرين وممكن توصل لسنة، ده بيزود نسبة تدهور وظائف الكلى لأكثر من 30%. وطبعا كل الأبحاث بتأكد أن كل ما كانت الجرعات أعلى وكل ما كانت المدة أطول كل ما كانت نسبة تدهور وظائف الكلى ممكن تزيد. طبعا على الجانب الآخر النوع ده من المسكنات اللي هي الأنسيدز لما بتتاخد مع أدوية الضغط ده ممكن يقلل من كفاءة أدوية الضغط نفسها إنها تسيطر على ضغط الدم، وبالتالي إن هو يفضل مرتفع لفترات طويلة، يعلي نسبة الكرياتينين وظائف الكلى، يعلي نسبة البوتاسيوم في الدم مع بعض أنواع أدوية الضغط بالذات. كمان المسكنات، نوع المسكنات الأنسيدز اللي بتستخدم لفترات طويلة، في شكل كده من طريقة عملها اسمه انها بتعمل حاجة اسمها انهيبيشن او بتمنع حاجة اسمها كوكس 1 وكوكس 2. ده بيعمل ايه؟ ده بيأثر على الدورة الدموية اللي واصلة للكلى، بيقلل نسبة البلاد برفيوجن او كمية الدم اللي واصلة للكلى، وده بيقلل جدا قدرة الكلى على انها تأدي وظيفتها في انها تعمل فلترة للدم وفلترة للسموم اللي موجودة في الجسم، وبالتالي يعني بيؤدي لتدهور كبير في وظائف الكلى ويأثر بشكل سلبي على الدورة الدموية الخاصة بالكلى. خلينا نشوف. اوكي. الحاجة اللي أنا عايزة ألفت نظركم ليها إن ناس كتير من اللي بتستخدم المسكنات بشكل دوري وبتعتبر إن ده شكل جزء من اللايف ستايل بتاعها إنها بتاخد مسكنات يوميا، ممكن بقى ما تهتمش إنها تنبه الطبيب إنها بتاخد المسكنات أصلا. بتتكلم على أي مشكلة، بتشتكي، بتيجي لدكتور الكلى دكتور المسالك عندنا، بتتكلم على مشكلتها وما بيقولش للدكتور إن هو بياخد مسكنات، وبالتالي هو مش عارف معلومة مهمة انه لازم ينبه الدكتور لحاجة زي كده علشان الدكتور يتابع وظائف الكلى بتاعته، يعمل له حاجة اسمها بيز لاين كيدني فانكشن او وظائف الكلى قبل ما في الوقت اللي هو فيه او قبل ما يبتدي المسكنات اصلا لو هو لسه هيبتديها، وبعد كده يتابع وظائف الكلى بشكل دوري، وده في منتهى الأهمية علشان نتدارك اي تدهور يحصل في وظائف الكلى بأسرع وقت، وإن ما يحصلش أي تأثير سلبي على المدى الطويل. طيب عايزين نلخص زي كده رسالة ملخصة عن المسكنات. أول حاجة اتشخص صح إيه المشكلة اللي عندك. لو عندك صداع اتشخص صح إيه نوع الصداع اللي عندك، هل هو محتاج إن أنت فعلا تفضل ماشي على المسكنات بالشكل ده، ولا ممكن في نوع من الأدوية الوقائية ممكن تاخدها تخليك ما تحتاجش المسكنات بعد كده او تحتاجها على فترات متباعده جدا. يبقى التشخيص السليم سواء في الصداع او في الامراض الروماتيزميه مهم جدا علشان اقي نفسي من الاستخدام المزمن للمسكنات. وفي حاجات تانية ممكن زي ما قلنا في الامراض الروماتيزميه تساعدنا على التغلب على المشكله دي. دايما
ابتدي بالباراسيتامول او الباراسيتامول كافيين زي ما قلنا، ونعلي الجرعه براحتنا لغايه زي ما قلنا ممكن نوصل ل 3000 مللي جرام في اليوم من 5 ل 6 اقراص من القرص اللي فيه 500، هيساعد معانا ويخلينا ما ندخلش على خطوه المسكنات الانسيدز بسرعه. زي ما قلنا العلاج الطبيعي او بعض العلاجات المساعده الاخرى في حالات الامراض الروماتيزميه. حاجة مهمة جدا وانا دايما بوصي بيها، لما يتكتب روشتة بالمسكنات ما تكملش عليها لفترات طويلة من غير ما ترجع للدكتور بتاعك، ما تعيدش الروشتة تاني وتروح تصرفها مرة واثنين وتلاتة من نفسك، لان اوريدي الدكتور ممكن يكون كاتب لك المسكنات في فترة الالم الحادة لفترة مثلا اسبوع اسبوعين 5 ايام على حسب الحالة، لكن ما كانش المفروض ان انت تروح تعيد الروشتة دي من نفسك وتكررها على مدى طويل. في ناس بتقعد تكرر الادوية الروماتيزمية او ادوية الصداع مثلا لسنين، وبعد كده تفاجأ بمشاكل في المعدة، مشاكل في الكلى وما الى ذلك. فاوعى تكرر روشتة فيها مسكنات من نفسك من غير ما ترجع للمريض. لازم اتابع ظهور اي اعراض غريبة عليا او اثار جانبية من اللي احنا قلناها أثناء فترة العلاج. في نقطة تانية مهمة جدا وهي أدوية البرد. خلي بالنا أن بعض أو كتير من أدوية البرد بيبقى فيها أوريدي نوع من أنواع المسكنات اللي هي الأنسيدز، وخاصة الإيبوبروفين بيبقى موجود في أدوية كتير جدا من أدوية البرد. فنخلي بالنا، لأن احنا المفروض لما بنحسب الجرعات بتاعتنا اللي ممكن ناخدها أثناء اليوم بنحسب معاها اللي احنا خدناه في أدوية البرد، وممكن نتجنب خالص ان احنا ناخد النوع ده من الادويه، بيبقى فيها مسكن وفيها حاجه للحساسيه وحاجه للكحه. طب ما احنا ممكن نختار الانواع اللي فيها باراسيتامول وفيها حاجه حساسيه وفيها حاجه للكحه او غير او للاحتقان، ونقي نفسنا برضو فكره ان احنا ناخد النوع ده من المسكنات. ممكن اكون باخده وانا مش واخد بالي، فنخلي بالنا جدا من موضوع ادويه البرد. طبعا الصيدلي الاكلينيكي ممكن يساعدك ان انت تحدد ايه احتمالات ان ممكن يحصل لك اثار جانبيه لما يعرف تاريخك المرضي، تاريخك الدوائي، هل نسبه حدوث ان المشكلات دي ممكن تكون معاك اكبر ولا لا. الصيدلي الاكلينيكي هيساعدك ان انت تقرر ينفع تاخد النوع ده من المسكنات ولا لا. لازم نكون عارفين القاعده اللي قلنا عليها، ان المسكنات تتاخد باقل جرعه ممكنه لأقل مدة ممكن. دي القاعدة اللي لازم نتفق عليها فيما يخص الانسيدز أو المسكنات بصفة عامة، أقل جرعة ممكنة وأقل مدة ممكنة. يعني مثلا لو احنا بنتكلم على حاجة زي الديكلوفيناك مثلا، في منه جرعات 50 × 75 × 100، لو انا مضطر اخده ليه ابتدي بالجرعات العالية؟ ليه اخد الحاجات الممتدة المفعول؟ ليه انا ممكن ابتدي بجرعات اقل واختبر الريسبونس بتاعي، او هل في فعالية حصلت ولا لا. لو هضطر ان انا اخده لفترة طويلة، لازم زي ما اتفقنا نتابع وظائف الكلى بشكل دوري علشان ما يحصلش اي مشكلة. بالنسبة لمرضى الكلى بصفة خاصة، كل التوصيات بتقول ان هم المفروض يتجنبوا هذا النوع من المسكنات بشكل كامل، NSAIDs بشكل كامل مرضى الكلى، عشان نقلل تدهور حالة الكلى ووظائف الكلى. وممكن نلجأ لطبيب الكلى ان هو يوصف لنا انواع تانية من المسكنات، ممكن تكون مشتقات الاوبيويدز مثلا. لو في امراض اخرى بتسبب الام شديده، الطبيب ممكن يظبط لنا الجرعات ويدينا انواع اخرى من المسكنات تكون انسب لمريض الكلى علشان نقلل تدهور وظائف الكلى. طبعا فيما يخص المسكنات دي كانت نقطه مهمه جدا، هو عدم الاستخدام المفرط وترشيد استخدام المسكنات. ما ندخلش كل شويه الصيدليه ناخد قرص وقرصين من انواع المسكنات الكتيره دي وفي الاخر نفاجئ بالاعراض الجانبيه. طيب بمناسبه الاستخدام الغير رشيد او الافراط في استخدام الادويه، لازم نكون عارفين ان كل الادويه بصفه عامه حتى لو هي مفيده بالنسبه لنا ان هي بتقلل لنا اعراض او بتعالج امراض معينه، كل الادويه لها اعراض جانبيه. فبالتالي انا لو بستخدم اي دواء وهو مش مفيد بالنسبه لي، يبقى انا هاخد منه فقط الاعراض الجانبيه واضراره فقط. وده اللي ظهر بشكل كبير جدا في أزمة الكورونا.
طبعا لقينا على الفيسبوك وعلى الواتساب ناس كتير بتبعت بروتوكولات علاج الكورونا والوقاية من الكورونا، وده للأسف سبب مشاكل كبيرة جدا لناس كتير. كان أشهر الأدوية اللي بدأت تستخدم ما بين الناس كان الأزيثروميسين، المضاد الحيوي اللي هو الأزيثروميسين، وكل الناس بدأت تسحبه من الصيدليات بشكل كبير جدا. مبدئيا يا جماعة احنا عايزين نتفق على حاجة، ان في فرق كبير ما بين علاج الكوفيد 19 او الكورونا، حالة اوريدي متشخصة او ثبت انها ايجابية كوفيد 19، او الوقاية من هذا الفيروس. اوريدي الحياة او البالانس الدايت، الاكل المتظبط، الحياة الصحية بصفة عامة هي انسب وسيلة للوقاية من الفيروس ده او غيره. فبالتالي ما ينفعش نتعامل مع بروتوكولات العلاج انها بروتوكولات وقائية، ودي النقطة الأساسية اللي احنا عايزين نتكلم فيها النهاردة. يعني مثلا حاجة زي الأزيثروميسين ده انتي بايوتيك، مضاد حيوي بيشتغل على البكتيريا. بعض الدراسات قالت ان هو ممكن يكون ليه بعض الفاعلية لمرضى اللي هم متشخصين ان هم عندهم كورونا. اذا لو انا مريض ما عنديش كورونا، انا مش محتاج خالص ان انا اخد الازيثروميسين، لان انا في الحاله دي هاخد الاثار الجانبيه بتاعته فقط. في دراسات بتقول ان الازيثروميسين ممكن يسبب في بعض او نسبه من البوبيوليشن اكيوت رينال فيلير، او يعني فشل كلوي حاد او انجري للكلى شديد جدا. لكن من اهم التاثيرات السلبيه اللي ممكن تحصل من المضادات الحيويه هو ان احنا بندي فرصه لظهور انواع من البكتيريا اكثر مقاومه. لما نحتاج بقى المضاد الحيوي ده بعد كده في لما يكون فيه فعلا في بكتيريا الانفكشن او عدوى بكتيريه، بنلاقي نفسنا مضطرين نلجأ لانواع اقوى، انواع تانيه اغلى، انواع مش موجوده وغير متاحه في السوق. كل دي مشكلات بيسببها الاستخدام المفرط للمضادات الحيوية واحنا مش محتاجينها. فبالتالي احنا بننصحكم ان الازيثروميسين مش بيتاخد للوقاية من الكوفيد 19. بعض الحالات ممكن تحتاج وتستفيد منه لو هي متشخصة ايجابي كورونا. من الأدوية الخطيرة برضو جدا اللي بدأت ينتشر ان احنا نستخدمها في الكورونا الدكساميثازون. الدكساميثازون نوع من انواع الكورتيزون او الأدوية المشتقات الكورتيزون، اللي هي بتستخدم في حالات امراض معينة فيها نسبة من اسباب من نسبة من نسب الالتهاب، وبتستخدم لعلاجها. طيب تاني بنقول ان الكورتيزون ال WHO قالت، وتوصيات ال WHO، ان هو لا يستخدم للوقاية من الكوفيد 19، بل بقى بالاضافة لكده لا يستخدم في الحالات البسيطة او المتوسطة من المصاب بفيروس الكورونا. الدكساميثازون الابحاث البسيطة اللي اتعملت عليه في الفترة الاخيرة، وهي طبعا كلها ابحاث بسيطة، بنقول ليه؟ لانها معمولة في فترة كارثية. كل الابحاث بتتعمل عشان نشوف ايه اللي ممكن ينفع ان احنا نسبورت او ندعم بيه المريض ده لغايه ما يظهر علاج للفيروس ده. فبالتالي الابحاث اللي موجوده دلوقتي ومعتمده من منظمه الصحه العالميه بتقول ان الفايده ظهرت للمرضى اللي على فنتليتور او محتاجين جهاز التنفس الصناعي، مش حتى للمرضى اللي هم في حالات بسيطه او متوسطه. اذن الدكساميثازون ما ينفعش ناخده للوقاية، ولا حتى ناخده من نفسنا لو احنا اتشخصنا بوزيتيف من الكورونا، الا بعد الرجوع للطبيب طبعا المختص، او في الحالات المتدهورة، ودي غالبا هتكون في المستشفيات. طيب ايه تاني من الادوية اللي انتشر استخدامها كتير جدا وبرضه ممكن تسبب لنا مشاكل اكتر من الفايدة اللي ممكن ناخدها منها؟ الفيتامينز. زي ما الفيتامينز نقصها بيسبب مشكلة، برضو زيادتها بتسبب مشاكل للأسف. زي ايه؟ زي فيتامين دي. فيتامين دي المفروض ان احنا الريكوايرمنت بتاعتنا او احتياجنا اليومي منه من 400 ل 2000 وحدة دولية في اليوم. النسبة دي احنا لو بناكل اكل صحي وبنتعرض للشمس بشكل يعني دوري يومي، هنحصل عليها بدون اي احتياج لفيتامين دي خارجي. والمفروض ان احنا نحافظ على الليفل بتاع الفيتامين دي بتاعنا في الدم يعني ما يقلش عن 20.
فبالتالي احنا ما ينفعش نبتدي نتناول فيتامين دي اصلا من غير ما يكون عندنا تحليل عارفين بيه نسبة الفيتامين دي في الدم قد ايه، لان برضو الفيتامين دي لما بيتاخد بشكل كبير بيزود نسبة الكالسيوم والفوسفات في الدم بشكل كبير جدا، وبيترسب فين؟ بيترسب في أنسجة الجسم. طيب ايه اول نسيج بيروح يترسب فيه الكالسيوم والفوسفات؟ بيكون الكلى للأسف، وطبعا ده بيؤدي الكالسيفيكيشن، ممكن يعمل حصوات في الكلى، ممكن يؤدي لفشل كلوي برضو او تدهور سريع وحاد جدا في وظائف الكلى بسبب جرعات فيتامين دي العاليه. فبالتالي ما ناخدش فيتامين دي من غير ما يكون معانا نسبه فيتامين دي في الدم، وما ناخدهوش علشان الوقايه من كوفيد 19 الا لو احنا فعلا عندنا نقص فيه ومحتاجين ان احنا ناخد سبلمنتيشن من بره او ناخده في شكل اقراص او كبسولات او ما الى ذلك. طيب ايه كمان من كانت من الحاجات اللي انتشر استخدامها في بروتوكولات الكورونا والناس ما فرقتش ما بين استخدامها في العلاج وما بين الوقايه؟ هو الاسبرين. طبعا الاسبرين نفس مشكله الانسيدز او المسكنات اللي اتكلمنا عليها من شويه، ان هو من اخطر الاعراض الجانبيه اللي ممكن تحصل منه هو الخطوره على جدار المعده ومشاكل تقرحات المعده اللي ممكن تحصل منه، مشاكل السيوله في الدم ومشاكل التجلط اللي ممكن تحصل منه. فبالتالي الاسبرين ما ينفعش ان انا اخده للوقايه من الكورونا، وهو بيستخدم لمرضى معينين تحت اشراف طبي طبعا دقيق. طيب كان ايه كمان برضو من الحاجات اللي الناس بدأت تاخدها بشكل كبير جدا؟ هو الفيتامين سي. الفيتامين سي الناس بدأت تتهافت على انها تاخد فيتامين سي. احنا احتياجنا اليومي برضو من الفيتامين سي بسيط جدا، حوالي في الرجال حوالي 90 ميلي جرامز، في الستات حوالي 75 ميلي جرام، وده فور شور يعني لو احنا اكلنا مجرد حاجات الحمضيات زي البرتقال والليمون، اكلنا فلفل احمر فلفل اخضر، خلاص احنا تقريبا كده ممكن نوصل لعشر اضعاف احتياجنا اليومي بس من الفواكه والخضروات دي. فبالتالي الاحتياج المبالغ فيه من الفيتامين سي واللي ممكن يعمل لنا اثار جانبيه غير مطلوب بالمره. طيب خلينا نقول، طب هو في الكوفيد ايه لازمته؟ لازم نفرق ما بين النسب او الكميات اللي محتاجينها كوقايه والكميات اللي ممكن نحتاجها في حاله الاصابه المؤكده، زي ما قلنا حد متشخص ايجابي كوفيد 19. التوصيات العالمية بتقول ان الانسان الطبيعي الغير مصاب محتاج حوالي 200 ميلي جرام في اليوم، ودي الجرعة الوقائية 200 ميلي جرام في اليوم. احنا كنا بنشوف جرعات محطوطة على وسائل التواصل الاجتماعي ممكن توصل لحوالي مثلا 6 اقراص، من 6 ل 8 اقراص في اليوم، وهي دي جرعة عالية جدا. طيب المصاب بالكوفيد 19 ممكن يحتاج من 1 ل 2 جرام في فترة العلاج بتاعته. طيب هل في علاقة ما بين الفيتامين سي او زيادة استخدام الفيتامين سي وما بين حصوات الكلى؟ او في علاقة، في بعض الابحاث بتقول ان في علاقة ما بين استخدام جرعات اكتر من 2 جرام او 2000 ميلي جرام في اليوم ممكن يؤدي ان هو يعمل حصوات في الكلى، وطبعا اقل الاعراض الجانبية الممكنة لده هو الاسهال الشديد، يعني ممكن لو ما جالوش حصوات هو اوريدي هيبتدي يعاني من اثار جانبية تانية على رأسها الاسهال. طيب الناس اللي اوريدي كان عندها تاريخ مرضي مثلا بحصوات كلى قبل كده اكثر عرضة ان هما ممكن يكونوا حصوات تاني وتبتدي تظهر عندهم الحصوات تاني في جرعات كمان اقل، ممكن تبقى 1 جرام، يعني 1000 ميلي جرام في اليوم ممكن تبتدي تعمل لهم ريكارنس او اعادة تكوين للحصوات تاني، لان الفيتامين سي بيزود نسبة الاكزالات في البول بدرجة كبيرة ويزود مشاكل الكلى ويقلل وظائف الكلى. فبالتالي يا جماعة مفيش اي داعي ان احنا ناخد اعراض جانبية بس وناخد مشاكل بس واحنا مش هنستفيد منه اي حاجة.
كان في بقى حاجات كتير تانية زي الزنك مثلا، وده برضو زاد استخدامه بشكل كبير، وفي أبحاث بتقول إن هو برضو استخدامه بشكل كبير غير آمن على المعدة والكلى. بعض الأبحاث قالت إن زيادة نسبة الزنك بتقلل امتصاص عنصر مهم جدا في جسمنا اللي هو الكابر، وده ممكن يؤدي لأنواع من أنواع الأنيميا. حاجة من الأدوية برضو اللي هي دلوقتي أنا بأكد إن هي اتشالت من بروتوكول العلاج بناء على توصيات منظمة الصحة العالمية، اللي هو الهيدروكسي كلوروكين، وده ما بقاش خلاص بيستخدم في علاج الكوفيد 19. عشان كده أنا بنصح الناس إن هي ما تسحبش الأدوية ديت من الصيدليات. خلينا نتفق ان احنا في وضع محتاج مننا ان احنا ندعم بعض، مش ان احنا نسحب كل الادويه بكميات كبيره واحنا مش محتاجينها. هنضر نفسنا وهنضر الناس اللي هي محتاجاها فعليا، ان هي لما تحب تشتريها مش هتلاقي. ده كان يعني ملخص سريع عن مشاكل المسكنات اللي ممكن تحصل لنا، ونصيحتنا ليكم ان انتوا تتجنبوا استخدامها بشكل مفرط. نخلي بالنا من البروتوكولات الغير صحيحة اللي بتنزل على وسائل التواصل الاجتماعي. بنصح كل مريض ان هو يراجع قائمة الأدوية بتاعته، يتأكد ان هو المسكنات اللي هو بياخدها بقالها فترة قصيرة. لو بقالها فترة طويلة لازم يتابع مع المريض علشان يشوف وظائف الكلى بتاعته. وبنتمنى لكم كلكم دايما الصحة والسعادة والعافية في كل الأوقات ان شاء الله. ممكن نشوف الكومنتس.